نتحدث يا أمير عن ظاهرة العنف مجدداً، ولكن عن الاعتصام اللي اليوم عم بيتم في بلدة أم الفحم، طبعاً بعد أعمال العنف واستخدام السلاح، وسلطنا الضوء أيضاً على هذا الموضوع بكثرة في برنامج صباحنا غير في مدينة أم الفحم في منطقة المثلث. دعت اللجنة الشعبية الأهالي أن يعتصموا أمام مركز الشرطة، وطبعاً هذا الموضوع مجدداً بخدنا لكل موضوع التقاعس مع التعامل يمكن مع الجريمة واستخدام السلاح غير المرخص في المجتمع العربي. ومين عفاف ممكن نقولنا الصورة أكثر غير صورة بث مباشر من مدينة أم الفحم، ومنروح مباشرة إلى خيمة الاعتصام في المدينة لنحكي مع محمود أديب عضو اللجنة الشعبية، وأحمد شريم أيضا عضو اللجنة الشعبية في مدينة أم الفحم. صباح الخير لكم جميعا. ببلش مع سيد محمود أديب عضو اللجنة الشعبية لنحكي في البداية كتوطئة ومقدمة لأهمية اعتصام من هذا النوع كونه اليوم قدام واحد من مراكز الشرطة في البلد. يعني أولا صباحك سعيد لك ولجميع المستمعين. هذه الخيمة نصبت بالأمس بعد قرار اللجنة الشعبية في أم الفحم، وبعد وجاء ذلك بعد الجريمة البشعة التي كانت في أم الفحم والتي راح ضحيتها الطفل فرسان جبرين وعمه في أم الفحم. وقد كانت هذه الجريمة قد تخطت كل الخطوط الحمراء في ظاهرة العنف المستشري في بلدنا في أم الفحم بشكل خاص وفي الوسط العربي بشكل عام. نحن في الأشهر أو السنوات الأخيرة نلمس بأن الشرطة لا تتهاود مع ظاهرة تفشي العنف وإطلاق الرصاص وانتشار السلاح في أم الفحم. نحن نعتقد بأن هذا الأمر تخطى لأن تكون الشرطة تدعم هذه الظاهرة، ظاهرة العنف والقتل وانتشار السلاح والعنف في أم الفحم. الشرطة نحن فيها من خلال هذه الخيمة والتي ليست صدفة بنيت أمام مركز الشرطة، بل كانت رسالة نوجهها للشرطة الإسرائيلية بأن الشرطة هي التي تتحمل مسؤولية حماية المواطنين العرب، جزءهم كونهم جزء أو مواطنين في هذه الدولة. نحن نشعر بقلة الأمن وقلة الأمان في هذه البلد، وعلى الشرطة تحمل مسؤولياتها تجاه الجماهير العربية. في الآونة الأخيرة حالات إطلاق النار والرصاص والعنف والسطو المسلح ينتشر في بلدنا دون أي رادع. نحن من جهتنا نقوم بكل ما أوتينا من قوة، البلدية تقوم بواجبها، اللجنة الشعبية تقوم بكل ما يمكن أن تقوم به، كل المطلوب منها، العاملين الاجتماعيين، لجان العمل البلدي والمؤسسات المجتمعية في أم الفحم تقوم بكل ما يمكن أن تقوم. ولكن يجب أن نذكر دائما أن قوة الردع موجودة لدى الشرطة، والشرطة عندما تريد أو تنوي أن تجمع السلاح المرخص والغير مرخص، وفي هذه الحالة نحن لا نعتقد أو لا نرى فرق بين السلاح المرخص والغير مرخص، جميع السلاح، كل السلاح المنتشر في بلدنا هو بهدف قتلنا وقتل بلدنا وهدم بلدنا، ونحن لن نسمح بذلك. وبناء على ذلك فقد اجتمعت اللجنة الشعبية وقررت نصب خيمة اعتصام أمام الشرطة لتوجيه إصبع الاتهام إليها بأنها هي المستفيد وهي صاحبة المصلحة الحقيقية في انتشار العنف وانتشار فوضى السلاح والقتل والجريمة المنظمة والغير منظمة في أم الفحم. نحن جئنا لنقول للشرطة أنكم مطالبون بحماية بلدنا وحماية المواطنين الفحماويين كما كل المواطنين العرب في هذه الدولة.
أحمد بدي أنتقل لحضرتك أيضا. يعني إحنا تابعنا ما بعد جريمة القتل المزدوجي أيضا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يعني أهالي أم الفحم خرجوا وأطلقوا صرخة في الشوارع وتواجدوا أيضا أمام مركز الشرطة. اليوم ربما بشكل منظم نظمتوا في اللجنة الشعبية يعني التواجد في خيمة الاعتصام، وربما هاي واحدة من سلسلة خطوات في الأيام القريبة راح تتخذوها. شو راح تكون يعني أيضا الخطوات في الأيام القريبة لحتى توصل هاي الرسالة لكل الجهات اللي بإمكانها أن تغير هذا الواقع الأليم؟ يعني إذا بتعطوني فرصة أقول لكم شو إحنا عملنا قبل لا نوصل لهون. تفضل. إحنا على مدار الثلاث سنين السابقة عملنا على مسألة يعني مناهضة العنف وإثارة الموضوع جماهيريا وإثارة الموضوع صحافيا وإثارة الموضوع رسميا. آخر نشاط لنا كان أنه اللجنة الشعبية نجحت تصدر رسالة لكل المؤسسات الرسمية من رئيس الدولة لرئيس الوزراء لوزير الأمن الداخلي كل الهيئات الشعبية في أم الفحم، وهذا نادر. المؤسسات الأهلية، الجمعيات الأهلية، أئمة المساجد، رؤساء الأحزاب، كل ما يخطر على بالك. بعثنا رسالة لوزير الأمن الداخلي ونسخ لكل الهيئات الرسمية، لم يكلف أحد خاطره يجاوبنا بسؤال واحد، جواب واحد على الموضوع. حتى الآن اليوم إحنا ما بعد حادثة القتل، هذا قتل بشع، هذا قتل مجرم، يجب أن يوقف. نحن ننتحر على أبواب الديمقراطية والحرية وحرية بيع السلاح في أم الفحم والوسط العربي بشكل عام. الآن خطواتنا عندنا برنامج متكامل، عندنا برنامج من خلال الخيمة وخارج الخيمة. أولا الخيمة ستستمر عدد أيام محدود حاليا لتكون ورشة عمل وتخطيط للمستقبل للنشاطات القادمة. باتفاقنا مع بلدية أم الفحم، وبالأمس أنا تحدثت مع رئيس لجنة المتابعة أنه إحنا سنسير قافلة سيارات من أم الفحم والمنطقة، ومن يريد أن ينضم أهلا وسهلا به، راح يكون على ما يبدو الأسبوع القادم نحو القدس لنصرخ أمامهم أمام مكاتبهم الحكومية. في خيمتنا اليوم هاي الأيام القادمة سيكون ورشات لطلاب مدارس في أم الفحم، لنساء في أم الفحم راح يكون الورشات عمليا ليس فقط من الخامسة حتى التاسعة أو العاشرة. صباحا اليوم سيكون هنا سيؤم الخيمة طلاب من المدرسة الأهلية الثانوية في أم الفحم لإدارة ورشة حول موضوع العنف وموضوع القتل ينفذ الطلاب والمدرسين ومحاضرين من خارج الإطار. لذلك نشاطاتنا لن تتوقف، لأنه ما زال في عنف راح نستمر، لأنه إحنا بخطر وفي ناس مستفيدة من وجودنا في خطر. في قضية واحدة لازم أذكرها اليوم على الصبح. بالأمس كان في عرس في منطقة الجنوب، بدأ إطلاق نار في العرس في قلب أحد القرى العربية في النقب. الشرطة لم تتدخل والصحافة العبرية لم تتدخل، وقليل من الصحافة العربية تحدثت عن الموضوع. لكن عندما خرجوا نفس الشباب بالأسلحة الرشاشة إلى الشارع العام، إلى منطقة شارع رئيسي في 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 الجنوب، يعني اقتربوا من المجتمع اليهودي، الدنيا قامت ولم تقعد حتى الآن. كلهم بيحكوا عن هذا الموضوع بالإعلام. احنا ليليا يوميا عندنا إطلاق نار، الشرطة تختبئ عندما يكون في إطلاق نار. وهنا من هون احنا مش ترف نتهم الشرطة، احنا نتهم الشرطة لأنه هي تتغاضى كل الوقت اللي هذه الأسلحة موجهة لصدورنا، هم مرتاحين. لكن عندما يتوجه هذا السلاح
لعناوين أخرى الشرطة تستفيق وتبدأ بكيل الاتهامات يسارا ويمينا لمجتمعنا، وكأنه احنا شعب متخلف وهمجي وإلى آخره. هم شاركين في شاركون في فيما يحدث عندنا في ام الفحم، في غير ام الفحم، في الناصري، في الطيبه، في الطيره، في كل بلد وبلد. هم شركاء اصيلين في هذا الموضوع. من لا نملك مخازن اسلحه ولا مصانع اسلحه في بلادنا، في بلداننا العربيه. هذه الاسلحه تاتي الينا من عندهم، هم اللي بيصدروا هاي الاسلحه. ما في مصدر اخر للسلاح الا اجهزه الامن الاسرائيليه. لذلك نحن نشير لهم بالبنان، هم المسؤولين، هم اللي يجب ان يحلوا هذه المشكله. واذا لا يستطيعوا، انا طرحت موضوع سياسه سابقا واضحه عبر فضائيتكم. نعم سيد احمد، يعني هاي سياسه واضحه وممنهجه مش من اليوم، من سنين، انه فيكم تقتلوا بعض، تستعملوا العنف وتعنفوا بعض ايضا داخل قراكم ومحيطكم ومجتمعكم، ولكن ما تطلعوش برا، ما تفرجوناش حتى انكم عنيفين في المجتمع الاسرائيلي بشكل عام. خليني انتقل لسيد محمود ونحكي عن الحاله العينيه بام الفحم. يعني لما بنحكي عن خبر او خبرين او ثلاثه بنفس الاسبوع يتعلق بظاهره العنف وآفة العنف بمدينة أم الفحم، ليش بالتحديد أم الفحم؟ شو المميز في أم الفحم اللي هالقد منتشر فيها السلاح؟ أو هات نقول شو اللي بيجذب اليوم الناس اللي بتبيع سلاح، شو اللي بيجذبها بمدينة مثل أم الفحم؟ يعني أولا لأنها أم الفحم، وأم الفحم وما أدراك ما أم الفحم، وأنت تعلم والجميع يعلم ما هي أم الفحم. أم الفحم ذات التاريخ الوطني، القلعة الوطنية التي تصدت للفاشية في سنوات الأولى منذ كهانة المقبور كهانة، القلعة الوطنية التي شاركت في كل النشاطات والفعاليات الوطنية منذ يوم الأرض الأول في عام 76 ومرورا في هبة القدس والأقصى في 2000. هذه القلعة الوطنية التي ضايقت المؤسسة الإسرائيلية، تريد المؤسسة الإسرائيلية منها أن تحولها إلى بلد ذات طابع آخر، ذات تريد أن تخلق جو من البلبلة والفتن في داخلها، لتحولها من القلعة الوطنية المعروفة إلى بلد فيها العنف والسلاح والجريمة. كما قلت سابقا، هذا ما تريده المؤسسة الإسرائيلية لأم الفحم، وعليه فإنها تساهم، ليس فقط تسكت. نحن نعتقد بأن الشرطة التي لا تزال ترى بالمواطن العربي كعدو للدولة لا تريد لها الخير، تريد كل الشر. وعلى بناء على ذلك، فنحن لا نثق بهذه المؤسسة الشرطية التي لا تزال تتعامل مع المواطن العربي كعدو. نحن لا نثق بهذه الشرطة بأنها تريد لنا الخير، وعليه فإننا نتوجه من خلال هذه الخيمة ومن خلال النشاطات والخطوات التصعيدية القادمة بأن نتوجه للشرطة ونتوجه لجماهيرنا بالأساس، أنه بما أننا فقدنا الثقة بالشرطة، وأنه كما قال المثل ما بحك جلدك إلا ظفرك، فنحن يعني في مرحلة بأن على الجماهير العربية، على أهل أم الفحم أن يحموا بلدهم. ونحن بادرنا لهذه الخيمة وللخطوات القادمة بأن نوصل رسالة لبلدنا، لأهل بلدنا، بأننا نعم نستطيع أن نحمي بلدنا من العدو الداخلي والعدو الخارجي، ونحن على استعداد لأن نفدي أرواحنا من أجل هذه البلدة، البلدة التي كانت تتميز بالمحبة والتسامح والتوادد والفناء والتفاني من أجل بلدنا. نحن مصرين على إعادة ما تميزت به بلدنا في السابق، لإعادته لبلدنا ولأهل بلدنا، ومن أجل فتح المستقبل مشرق لأبنائنا ولأطفالنا وللجيل القادم في أم الفحم.
نتأمل الخير دائما لأم الفحم وكافة بلداتنا العربية في الداخل الفلسطيني. رح نتابع معكم كل التطور في هذا الموضوع. شكرا لعضوي اللجنة الشعبية السيد محمود أديب والسيد أحمد شرام اللي كانوا قالوا لنا أمير أكثر الصورة والوضع اليوم من خيمة الاعتصام أمام مركز الشرطة في أم الفحم.